أيها الحب الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل مع شوط آخر، وهو الشوط الثالث في مجموع أشواطنا، وخصص لفئة الأبكار المهجنات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ وشعارات أبناء القبائل. نتابع هذه المسيرة ونلحق بركب المقدمة ونفرز النتيجة بالمراكز الأولى، ولكن نقول دور اللي ركضها كله طفير، ما تبى منك صياح وشوشرة، ومن سماع الصوت والزقرة تذير، ومن السجل تيم ترجع تكسره كأنها توطأ على حر السعير، ما تلاحقها يا غير الكاميرا هذيك، تصير بها عوين انك تصير كل شوط ورمز حامي تقدره وصفها عن باقي الأوصاف غير، وشكلها سبحان رب صوره، رقبتها مثل مسيف الجليل، ومضبة تاخذ دماه، ومن حره زورها وارد، ومن مساح ريل طول غارب والضلوع مدوره، اتخيلها اذا قفت تصير مثل عرقوب الرمك المضمره. نتابع هذه الانطلاقه ونتابع هذه المسيره، ونستقبل المركز الاول شعار سالم بن محمد بالطبيعه على ظهر العزوم. اما المركز الثاني في ثاني المراكز شعار معروف لدى الجميع، يتقدم راعي الشبابيه وغدير بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي. اما المركز الثالث ناصيه محمد بن عتيج بن علي ابن خفيه حاضر ايضا. والمركز الرابع لهج الند الشبه بقياده سالم ابن سعيد. اما المركز الخامس اللي بالمركز الخامس نجود مبارك بن سعيد بن هدوب الوهيبي. والمركز السادس اقول الشاهنيه اللي اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده عبيد بن محمد بالضبيعه، وايضا مصيحه مهير بن علي بن كليب يقدم لنا مصيحه مع المركز السابع. والمركز الثامن لذه مطر بن محمد بالضبيعه. اما المركز التاسع الشاهنيه اللي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده عبيد بن محمد ابو ضبيعه. والمركز العاشر في عاشر المراكز اسياد لهجن سيح السلام خالد بن المر بن حلوه متابعا. هذه الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء للمراكز الاولى المتقدمه في هذا المسار وفي هذا التحدي. نحن نتابع ونراقب هذه الشعارات التي تندفع متحركة بقوة وبسرعة. وسالم بن محمد بالضبيعة من يقود الشوط قيادة حكيمة وصحيحة مع العزوم اللي معزمه، وعنده راعي الشبابية، عنده راعي الشبابية غدير بن محمد بن مطر بن غدير الاجتبي من يتابع ببنت أسد الميادين. أما المركز الثالث لهجن ند الشبه بقيادة سالم بن سعيد. والمركز الرابع أقول هنين جود مبارك بن سعيد بن هدوب لوهيبي. والمركز الخامس هذا شعار بن كليب على ظهر مصيحة مهير بن علي بن راشد بن كليب، وبن خفية أيضا يدفع بناصية محمد بن عتيج بن خفية الشاهينية اللي هجن ند الشبع أيضا تتواجد بالمركز الثامن. والتاسع أقول أيضا نفس الشعار ونفس المالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بضبيعة. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. نحن نتابع العزوم والشبابية اللي يتنافسن على المركز الأول، يتنافسن على المركز الأول. منظر جميل وفي كفة الميزان، في كفة الميزان العزوم ما زالت محتفظة بالمركز الأول، والخطورة من الشبابية. شبابية بن غدير أيضا تحمل معها السلام والحب والهجوم والاندفاع. هذه الآن تندفع
يندفع في الشوط من كيلو ونصه ترمحه باقي من الكيلو ثمان، بس خلك نبه يا بضبيعة، خلك نبه منه، أقرب لك من غدير الذي يتابعك خطوة بخطوة في المركز الأول. هجن الدشبة تتواجد بالمركز الثالث، ولكن نقول مع المركز الأول، مع المركز الأول اللي هي العنود والشبابية، العنود والشبابية يا سلام، لي تقود الشوط ترفض ما تقاد، تحرسه شروات حراس العريد اللي هي حارسه الشوط، ولكن الشبابية عندها كلام آخر، الشبابية عندها كلام آخر. بدأ الآن بن غدير يسحب البساط والشبابية تتربع على عرش المركز الأول، ونشوف الهجوم من هجن ند الشبه، الآن تهاجم من الخلف، تهاجم من المركز الثالث بقيادة سالم بن سعيد. المعركة حامية الوطن بين الشبابية وبين اللي هي العنود، بين الشبابية وبين العزوم، ولكن الشبابية اخذوا اليديد من الشبابية. كم سابق عندهم فيها عناد، لو يباها تريض ما تستكين، ابدا ما تريض ولا تستكين، لانها دماها شبابية وعروضها شبابية وشكلها شبابية. ومشكور يا علي يا ابن محمد يا ابن مطر يا ابن غدير على هذا الوصول وعلى هذا الانتصار. تهانينا للمهندس ايضا الذي هندس وتابع المركز الثاني سالم بن محمد بضبيعة، المركز الثالث هجن ند الشبة، والمركز الرابع لمهير بن علي بن كليب، المركز الخامس والسادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد. والتوقيت الزمني 6 دقائق و24 ثانية، 6 دقائق و24 ثانية هو التوقيت الزمني الذي تحقق في هذا الشوط. تهانينا.